اهلا بيكم في الورشة الفنية. النهاردة هنتكلم معاكم عن الجزء الثاني من فيوزات وريليهات السيارة ماتريكس. في الجزء الاول شرحنا العلبة الرئيسية والرابط هتلاقوه موجود في الوصف. في هذا الجزء سنشرح فيوزات وريليهات العلبة الداخلية، وقبل شرح الفيوزات هنشوف مع بعض الاجزاء الموجودة خلف فبرة الجنب الشمال للطابلو. بننزل بالكاميرا لأسفل. دي وحدة الكنترول تسمى وحدة كنترول التاكس، وهذه الوحدة مسؤولة عن التحكم في الوقت والإنذار وبعض الوظائف الأخرى. ده سويتش الفرامل، أعلى بدال الفرامل. عند الضغط على البدال بيعمل على تشغيل أنوار الفرامل ستوب، وأيضا بيصل خط إلى وحدة الاي بي اس. وده الجرس بيعمل مع تشغيل الكونتاكت مع أبواب السيارة وحزام الأمان، وأيضا يعمل عند الوصول للسرعة 120. ودي فيشة الكونتاكت اللي قدامنا، وده الشكل الموجود أسفل الفبرة. بنشوف الفيوزات ونتابع الداتا الموجودة على غطاء العلبة الداخلية، وبنبدأ بشرح الفيوزات من اليمين إلى اليسار. ده فيوز غير مستخدم. بنبدأ الفيوزات المستخدمة. ده فيوز خط كهرباء بيصل إلى كتاوت أنوار إشارات التحذير، كتاوت الانتظار، وأيضا بيصل إلى سويتش الانتظار. وهذا فيوز السنتر لوك، وهي عبارة عن خط كهرباء بيصل إلى كتاوت فتح وكتاوت غلق السنتر لوك، وقيمة هذا الفيوز 15 أمبير. وده فيوز أنوار الفرامل الستوب بيصل إلى سويتش الفرامل أعلى البدال، وقيمته 10 أمبير. وهذا فيوز كتاوت سخان الزجاج الخلفي قيمته 30 أمبير. ده خط كهرباء بيصل إلى سويتش التكييف وقيمته 10 أمبير. ده خط بيصل إلى سخان المرايات شمال ويمين وقيمته 10 أمبير. وده فيوز بيصل إلى سويتش الأنوار، وأيضا يصل إلى لمبة النور العالي في عداد الطابلو قيمته 10 أمبير. ده فيوز بيصل إلى لمبة حزام الأمان في عداد الطابلو، وأيضا بيصل إلى كتاوت الديود في العلبة الخارجية وقيمته 10 أمبير. فيوز وحدة الكنترول ECU، هذا الفيوز بيصل إلى عدة خطوط مهمة زي ما باين شمعات الاحتراق الداخلي وحساس السرعة ووحدة الكنترول. وإذا حدث أي مشكلة فصل لهذا الفيوز المحرك لا يعمل. قيمة هذا الفيوز 15 أمبير. هذا الخط بيعمل مع الكونتاكت ويتجه إلى سويتش الانتظار، وأيضا إلى سويتش عصا الفتيس لأنوار الرجوع للخلف، وقيمة هذا الفيوز 10 أمبير. هذا الفيوز بيصل إلى ولاعة السجاير وقيمته 15 أمبير. وده خط مباشر بيصل إلى الراديو كاسيت وقيمته 10 أمبير. والخط الثاني للراديو بيصل من فيوز روم لام الموجود بالعلبة الخارجية. ده فيوز بيصل إلى سويتش تشغيل المرايات شمال ويمين وقيمته 10 أمبير. فيوز الكونتاكت، عند تشغيل الكونتاكت بيعمل من خلال هذا الفيوز عدة خطوط، منها خط لكتاوت النور العالي وكتاوت بلاور التكييف ومفتاح التكييف، وقيمة هذا الفيوز 10 أمبير. ده خط كهرباء بيصل إلى سوكت الباور أوتلت وقيمته 25 أمبير. وده فيوز بيصل إلى كتاوت وماتور المساحات الأمامية، وأيضا ماتور مياه المساحات الأمامية، وقيمته 20 أمبير. وده فيوز بيصل إلى كتاوت بادئ الحركة اللي هو المارش، وأيضا بيصل إلى كتاوت إنذار السرقة، وقيمة هذا الفيوز 10 أمبير. هذا الفيوز بيصل إلى كتاوت وماتور المساحات الخلفية، وقيمة هذا الفيوز 10 أمبير. ودي عبارة عن مجمعات كهرباء بريدج لخطوط علبة الفيوزات
الداخلية. فاضل معانا مجموعة كتاوتات العلبة الداخلية. فلاشر الإشارات هنا حاجب الرؤية كده نشوف أفضل. ونبدأ بالكتاوت الأول وكتاوت بلور مراوح التكييف، الثاني كتاوت سخانات الزجاج الخلفي، والثالث كتاوت زجاج الكهرباء، وده كتاوت مسؤول عن إشارات التحذير إشارات الانتظار، ده كتاوت غلق السنتر لوك، وده كتاوت فتح السنتر لوك، وده كتاوت سرينة الإنذار بتعمل مع إنذار السرقة، وده كتاوت إنذار السرقة وهو حلقة وصل مع كتاوت بادئ الحركة المارش ووحدة الكنترول لتاكس، وأخيرا ده فلاشر إشارات شمال ويمين بيعمل مع الكونتاكت وباقي الأماكن غير مستخدمة. وده كان آخر شيء معانا، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أرجو أن نكون قدرنا أن نوصل كل المعلومات المتاحة لنا. وفي نهاية الفيديو بشكركم وإلى اللقاء.